بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. دايما عندي قناعه ثابته ان رضا عبد العال محتاج يوم ما يبقاش فيه ماتشات لا عالميه ولا ماتشات دوليه ولا ماتشات افريقيه ولا ماتشات في اي حاجه خالص، لان الراجل ده الهبد اللي بيقوله محتاج وقفه ومحتاج تكون قاعد كده ومصحصح وسامع الكلام اللي بيتقال عشان خاطر تعرف ترد. رضا عبد العال بقاله فتره من ساعه كارلوس كوريشما مسك منتخب مصر وهو عمال يشن على الراجل وعمال يتكلم على الراجل كلام غريب جدا. والفتره الاخيره شفنا رضا عبد العال بدا ان هو ينتشر في الكلام ان كروش مالط، وانا قلت ان كروش ده مالط من اول ماتش لكروش، قلت ان هو مالط. فرضا عبد العال مفترض ان هو عمل فيديو تحليل امبارح لمباراه مصر والمنتخب اللي جابوني المباراه اللي انتهت 2-2. عايزين نشوف عم رضا عبد العال قال ايه ووجهه نظره الفنيه والتحليليه للمباراه كانت ازاي علشان خاطر نعرف نرد عليه ككوره. يا كابتن رضا، ككوره مش كهب. عمرك في حياتك ما كان كلامك صحيح 100%. كمل يا عم رضا، كمل. مفيش حد في العالم ده كله كلامه صحيح 100%، بس عادي بما انك انت هجاص وهبات فلازم كلامك يكون صحيح 100%. كمل يا عم رضا. لا، منتخب مصر او في العالم انت مش تاكل عيش، لانك وقتها مش هتلاقي حد منتقده. اختياره ده افضل بروفايل دخل مصر، ده افضل مدير فني جه مصر الفترة الاخيرة. كارلوس كيروش افضل مدير فني جه مصر الفترة الاخيرة، اخر 10 سنين ده اعلى سي في دخل مصر قبل كده، فده اختيار موفق. اما ايه رأيك في اختيارك والكلام الهجصاوي ده؟ ده بناء على ايه؟ اللي انت بتقول جاي يهجص علينا بجد ده اتفرجت عليه 4 ماتشات، 4 ماتشات مضغوطين فيهم ماتش ذهاب واياب مع ليبيا وقدر ان هو ياخد فيه 6 نقاط، والماتشين اللي بعديهم خد فيهم 4 نقاط وقدر ان هو يصعد بمنتخب كان مهلهل، بمنتخب ما كانش بيتجمع. فاللي انت بتتكلم فيه ده اساسا هو قمه الهبد. النهارده انت مفروض ان انت وصلت بطولة احنا مش مرشحين لأي حاجة، بطولة ايه؟ يعني حتى لو المنتخبات العربية جاية بالفرق الرديف احنا مش مرشحين لأي حاجة. لو انت حبيت تقول للناس ان مصر مرشحة لأي حاجة، لا، مصر مش مرشحة لأي حاجة. انت كده اللي بتهجص. اللعيبة اللي عندك دي حتى في المحافل المحلية ما تعرفش تاخد بطولة. ان شاء الله يوم 30 وهتاخد فيها اللعيبة المحلية. يعني النهارده تلعب. لو انت بقى بتتكلم كمصلحة منتخب مصر كان لازم يكون في حاجة اسمها منتخب مصر للمحليين، فما فيش حاجة في مصر اسمها منتخب مصر للمحليين. فكارلوس كيروش لو أدار البطولة العربية ده تبقى حاجة من ذوقه، لأن هو مدرب كبير، ما ينفعش إن هو يشتغل مدرب للمحليين يا كابتن رضا. بس دي حاجة بعيدة عنك لأن أنت مالكش علاقة بأي حاجة في الكورة، أنت طالع بتهجس بس على الناس وخلاص. كمل. ايه مروان حمدي؟ واحد بادئ الموسم كويس جدا وولد بيسجل من ساعه ما مشي من نادي الزمالك. ايه مروان حمدي؟ لو مروان ما تمش انضمام المنتخب كان واحد زيك هيطلع يقول مروان حمدي فين؟ لا، كلام رضا عبد العال بيعصبني، فما تقوليش انت بتنشر كلام رضا عبد العال بيعصبني. لان منتخب مصر مش مرشح لاي حاجه، منتخب مصر الجوده بتاع اللعيبه بتاعته مش مرشح لاي حاجه. منتخب مصر لو كارلوس كيروش طلع قال انا هاخد البطوله العربيه او هاخد بطوله افريقيا، الراجل ده هيبقى هجاص وهيبان قدام الكوكب ده كله ان هو مدير فني هجاص. انت هجاص، هو مش هجاص. يا حلاوتك يا جمال، يا فرحه امك بيك. ما عادي، مالكش في الكوره فبتراوش. كمل يا مراد. لا، كل اللي انت بتتكلم فيه ده هكس. مصر باللعيبه الحاليه مش مرشحه لاي حاجه، بقولها للمره الثالثه اهو. هناخد البطوله الافريقيه
جودة اللعيبة سيئة، ما تسمحلكش تاخد أي حاجة، مش المدير الفني بس هو اللي بيعوق، اللعيبة جودتها سيئة. مصر مش مرشحة لأفريقيا ولا مرشحة لبطولة كأس العالم. لأن مصر بعيد أوي. يغيروك إيه؟ يغيروك، هو الراجل لسه اشتغل، يغيروك إيه يا أخي؟ الراجل ده متعب، الراجل ده قسما بالله متعب، قسما بالله متعب. طبعا من الفرجة عليه بيتكلم معاه. يعني حتى لو راح بينا كاس العالم مش هيبقى عجب رضا عبد العال. كمل. على فكره ده عبد العال ده اشهر حاجه ليه كمدير فني وهو واقف يصوت على الخط في الدرجه الثانيه في طنطا، لما كان ماسك طنطا ونزلوا من الدرجه الاولى جاب رضا عبد العال يشتغل معاهم الموسم في الدرجه الثانيه عشان خاطر يطلعهم، فرضا عبد العال نزل بيهم من الدرجه الثالثه. هو رضا عبد العال ده. رضا عبد العال بيتكلم على فكره ضايع زي ما بقول لك، مسك طنطا من الدرجه الثانيه للدرجه الثالثه وفي الاخر قال لك ايه، انا مسكوني اهلي وزمالك ويحكموا عليا. بيتكلم على نفسه حرفيا، بيتكلم على نفسه حرفيا والله. من انت لا تقيم كارلوس كروش؟ من انت لا تقيم؟ انت اتكلم في تحليل الماتش، انما انت طالع تقيم اختيارات كارلوس كروش، انت مين؟ فاهمنا طيب؟ طب حجازي ليه وانت عندك بطولة بعد اسبوعين؟ عشان انت مش مرشح للبطولة دي، انت عايز تعمل قوام اساسي للمنتخب، لانك مدير فني جديد. قلنا محمود علاء مع احمد ياسين. طب ما تروح انت تحط تشكيل. ماشي. محمد حمدي ماشي ولعيب كويس النهارده لحد ما اثبت بالكروسين اللي عمله مروان حمدي ما بعرفش يلعب ده. انت بتحكم على باك بالكروسين؟ كمل يا عم الكروسات، كمل 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 ده بقينا بمرة. كمل يا عمي، فكرة محاولة انك تثبت للناس ان مصر مرشحة للبطولة العربية دي كدبة وهقصة، بس عادي انت عايش على الكدب والهقصة يا استاذ هشام. بناء على ان محمد شريف مش فرود، ان محمد شريف كان جناح، محمد شريف كان جناح وكابتن حلمي طولان حوله لمهاجم، واحمد ياسر ريان بيجربه في حته الجناح، واحمد ياسر بالمناسبه ما كانش فاشل قوي فيها، احمد ياسر كان من ابرز الناس اللي موجوده الشوط الاول. كمل على فكره بيتكلم كده على مروان حمدي عشان خاطر جمهور الزمالك كان قالب عليه، مش بيتكلم على مروان حمدي كتقييم فني للاعب ولا بروفايل للاعب، هو بيتكلم كده عشان خاطر جمهور الزمالك كان قالب على مروان حمدي قبل ما يمشي من الزمالك. طلعت محمد شريف وطلعت احمد ياسر ريان اللي هو الايجابي اللي جاب لك ضربه الجزاء، والشريف اللي بيحاول عشان يجيب جول لانه بيلعب في حته مش التاني، واخد بالك؟ بيطبل لمحمد شريف عشان خايف يخسر جمهور الاهلي معاه في القناه وخايف يخسر دعم جمهور الاهلي. كمل. زي ما قلت لك قبل كده البطولة العربية دي ان كارلوس كروش يدير المنتخب فيها دي حاجة تحسب للراجل، لان دي مفترض بطولة محلية للمحليين، بطولة العربية للمحليين مش للمحترفين، وكارلوس كروش ان هو يبقى موجود معاك دي حاجة تحسب له مش تحسب عليه. المهم البطولة العربية ولا البطولة الافريقية، انا جاي لكاس العالم يا عبقرينو. تاني اقول لك المرة التانية انت مش مرشح لأي حاجة. كمل هب. الدرجة دي بهايم عشان واحد زيك عنده 700,000 واحد مصدقين كل الهبد اللي هو بيقوله. كم؟ انا بتفهمش. دي حقيقة، دي حقيقة، انت معروف عندك ان انت وهجاص وما بتفهمش ومالكش اي علاقة في الكورة غير التصريحات اللي بتقولها وبتعيش عليها وبتاكل عليها عيش. كم؟ فينك يا احمد يا مجاهد؟ فينك يا حبيب قلبي؟ فينك لما احمد مجاهد افضل حاجة عملها من ساعة ما مسك اتحاد الكورة في مصر وانه جاب كارلوس كروش، دي افضل حاجة عملها. يا جماعة قسما بالله الكلام ده مش كلام تحليل كورة، الكلام ده كلام واحدة قاعدة بتتخانق في شادر أو قاعدة بتتخانق في شارع، ده مش تحليل ماتش أبدا. بس كمل كمل يا عم. ده راجل جاي مقال وكان شايل ستة، يا لهوي كان ماسك كولومبيا، كان ماسك المنتخب الكولومبي في قارة تانية، قارة تانية
مش انت اللي كله كرم. يعني جاي ستة شايل ستة وأقاليم وانت جايين هنا عمالين فرش. ادفع للمواقع ادفع لا ادفع للمواقع ايه، هو الراجل اسمه كبير يا رضا، الراجل اسمه كبير، انت اسمك كبير كلاعب كوره، انما كمحلل بطاطا هو مدير فني اسمه كبير، او كمدير فني برضه انت بطاطا يا عم رضا. طب ما كارلوس كولوش فعلا شخصيه قويه يا جامد انت بتاع فاضي فنيا. طب بص بقى، هو 5 دقايق و4 ثواني دول ما اتكلمش فيهم على اي حاجه، ولا اتكلم فيهم على طريقه لعب المنتخب، ولا اتكلم فيهم على نقاط قوه المنتخب في الملعب كفنيا، انما انت طلعت تتكلم على كارلوس كولوش فنيا. كمل يا عبد، كمل كمل. عشان العناصر بتاعك هي اللي سيئه، مش كارلوس كولوش ولا سيء، لان مفترض انك بتدي للعيبه ما بتاخدش، فاللعيبه دي تدوس على نفسها وتقرر ان هي تلعب كوره، بس ما عندهمش كوره هيجيبوه منين؟ انت لا ليك شخصيه ولا ليك شكل ولا ليك بصمه ولا ليك اي حاجه، وحتى تغييراتك تنزل مصطفى فتحي بعد خراب مرته ومحمد. يعني لو ما نزلش مصطفى فتحي يبقى ما نزلتش مصطفى فتحي اللي انت كارهه، لو نزل مصطفى فتحي يبقى انت منزل مصطفى فتحي في توقيت غلط. والله ما فيه، هتروح شمال هيجي لك يمين. ربك يفك، ايه رايك في الجول التاني؟ ده قفشه من على رجل قفشه. طب ما احنا بقالنا 3 سنين ماشيين بعك عك ربك يفك. هل دي جوده مدربين كلها ولا جوده لعيبه؟ ان شاء الله دخل. فين بقى التكتيك وفين الشكل؟ تكتيك وشكل ازاي يا متخلف، وهو الراجل جاي لسه ما كملش شهرين ثلاثة مع الفريق، والراجل ما خدش الفرقة تجمع يتفرج عليهم ولا يشتغل معاهم، هو الراجل جاي مضغوط، ودي كنا بنتكلم فيها وهو لسه جاي، ان الراجل جاي مضغوط، لو الراجل وصل للتصفيات الحاسمة في كأس العالم قطر 2022 يبقى الراجل عمل انجاز، انما انت جاي بتحاسبه ان انت دلوقتي وصلت وما بتعملش تكتيك ليه؟ يا ابن المفترية. انا تعبت والله العظيم، ثلاثة الراجل ده الراجل ده متعب نفسيا والله. طب ده تقييم بناء على ايه؟ كمل، عايز اخلص الفيلم كمل عشان انا جبت اخر، قسما بالله. اكيد فاهم، ماشي، عشان تشوف اللعيبه المحليه يبقى حط شريف، حط احمد ياسر ريان، وبعد كده يجي التالت ده، انما التالت ده الاثنين يغيروا وده يقعد 78 دقيقه قرفنا في الملعب، ده عارف يستلم ولا يستلم. قفك ليه هو انت؟ وانا واخد عليه شيكات الكورتين اللي جول بدماغه يخلص الكوره، لان هي دي المفروض وظيفته. ده على العموم احنا هنشوف ايام سودا، احنا كده كده شايفينها بوجود امثالك وهم قاعدين يحللوا ويهبدوا في الكوره في مصر اساسا. امين يا رب عليك انت وعلى امثالك. اتكلم بقى في ايه كتحليل المباراة، ما انا عايز افهم بقى اتكلم في ايه كتحليل المباراة، عشان مثلا اشوف كل الهبت ده بلاقي عليه دعم كبير جدا، اللي هو يا جماعه الراجل ده قسما بالله بيهبط، الراجل ده عايش على فكره ان هو لازم ينتقد اي حد ماسك منتخب مصر، عشان خاطر نفسه كابتن حسام حسن يمسك منتخب مصر، وكابتن حسام لو مسك منتخب مصر قسما بالله رضا عبد العال شلال هيفضل برضه شغال معاه نفس الشغل اللي شغال مع المدربين الاجانب ده، عشان رضا عبد العال هيعيش ويموت على كده، على ان هو ينتقد اي حاجه حد يمسك منتخب مصر. ليه بقى؟ ما تفهمش، نفسه يمسك فرقه ولا ما تعرفش الراجل ده عايش على ايه، ولا هو بيصدر لنا افكار عامله ازاي؟ بس موضوع افكار ده صعب على عمرو، عمرو ده راجل طيب اساسا، كل همه في الحياه ان هو يتعبنا لما نفكر ان احنا نركز معاه. شوف ركزت معاه 13 دقيقه عم رضا، اطول فيديو عملته على القناه عندي هنا عم رضا، واطول فيديو هنا انا قرفان منه اساسا، فان انا اطلب من الناس تعمل لايك او سبسكرايب والله ده هيكون من حسن ذوقها ومن لطفها، اما لو ما عملتش فبرحبكم يا جماعه، انا نفسي قرفان من الفيديو بتاع عم رضا، فاقول لكم اعملوا لايك او سبسكرايب ازاي؟